اليوم رح نشرح عن Mobilization of Storage Fats and Oxidation of Fatty Acid. إحنا المحاضرة الماضية حكينا عن Synthesis of Fatty Acid، أما المحاضرة اليوم رح نحكي إنه كيف الفاتي أسيد اللي خزناها جوا الأديبوس تيشو ومنها نطلعها وصير عندي Oxidation للفاتي أسيد ونستخدمها لإنتاج طاقة. أول نقطة عندي Release of Fatty Acid from Triacylglycerol أو Triglyceride. إحنا حكينا لما إحنا بناكل وجبة غنية سواء بالفاتي أسيد أو غنية بالكربوهيدرات وصنعت من الكربوهيدرات فاتي أسيد أو الفاتي أسيد أصلاً اللي أخذتها من الأكل خزنتها بالأديبوس تيشو، الفاتي أسيد رح يتخزن على شكل Triacylglycerol. فلأ أنا ممكن يصير في عندي وضع بجسمي أحتاج فيه الفاتي أسيد المخزنة جوا الجسم وأستخدمها لإنتاج الطاقة. فأول خطوة بدي إياها أعمل release of fatty acid from triacylglycerol. فبصير عندي the mobilization of stored fat requires the hydrolytic release of fatty acid and glycerol from triacylglycerol forms. The initial step to release fatty acid is triacylglyceride hydrolysis catalyzed by hormone sensitive lipase. يعني في عندي بجسمي إنزيم اسمه hormone sensitive lipase. هذا الإنزيم بكسر التراي أسيد جليسيرايد وبيطلع منه الفري فاتي أسيد وبيطلع منه الجليسيرول. This enzyme is regulated via hormones. يعني هذا الإنزيم يتنظم عن طريق هرمونات. هرمون الجلوكاجون والإبنفرين stimulate lipase activity in order to provide fatty acid and glycerol for use as fuels. يعني هرمون الجلوكاجون والإبنفرين بحفزوا اللايبيز، فبالتالي تزويد الفاتي أسيد والجليسيرول للجسم بيزيد وبيستخدموه كمصدر للطاقة. بالمقابل the insulin inhibit lipase activity as it stimulates storage of fatty acid. فإذا أنا أول إشي حررت الفاتي أسيد من التراي أسيلجليسيرايد. ثاني خطوة كيف بدي أستخدم الفاتي أسيد حتى أنتج الطاقة. The major pathway for catabolism of fatty acid is a mitochondrial pathway called beta-oxidation. في عندي عملية جوا الميتوكوندريا بتصير على الفاتي أسيد اسمها البيتا-oxidation. هاي البيتا-oxidation ليش بتصير جوا الميتوكوندريا؟ لأنه الأنزيمات المسؤولة عن عملية البيتا-oxidation موجودة جوا الميتوكوندريا. فبالتالي إذا كتابوليزم أو فاتي أسيد تكسير الفاتي أسيد وإنتاج الطاقة بتم عن طريق عملية اسمها البيتا أوكسيديشن، وهاي العملية بتصير جوا الميتوكوندريال ماتريكس. راح نشوف إنه خلال البيتا أوكسيديشن two carbon fragments are removed from the carboxyl end of the fatty acyl coenzyme A producing acetyl coenzyme A NADH and ABADH2. راح نشوفها كمان شوي بالشرح. طب فإذا أنا أول إشي كسرت التراي أسيد الجليسيرول بالسيتوسول وطلع عندي الفري فاتي أسيد وطلع عندي الجليسيرول. طب بما أنه عملية تكسير الفاتي أسيد وإنتاج الطاقة بتصير جوا الميتوكوندريا، أول إشي لازم أعمل transport of long chain fatty acid into the mitochondria. فأول إشي بدي أعمله الفاتي أسيد اللي تكونت أو اللي طلعت عندي بالسيتوسول بدي أنقلها لجوا الميتوكوندريا. طيب بحكي لنا After a long chain fatty acid interacyl, it is converted in the cytosol to its coenzyme A derivative. By long chain fatty acyl coenzyme A synthetase, which is an enzyme of the outer mitochondrial membrane. يعني long chain fatty acid حكينا متى بحكي عن الفاتي أسيد إنه هو long chain fatty acid لما بكون طول الفاتي أسيد أكثر من 12 كربون. لما بكون موجود بالسيتوسول أول إشي بصير له activation. حكينا لما بحكي إني بعمل activation للفاتي أسيد يعني بحوله للكوإنزيم A derivatives، وحكينا هاي الخطوة بتتم عن طريق إنزيم اسمه الفاتي أسيل كوإنزيم A synthetase، وهذا الإنزيم موجود بالأوتر ميتوكوندريال ممبرين. هذا الفاتي أسيل كوإنزيم A can pass the outer membrane not the inner membrane so need carrier. حكينا بالمحاضرة الماضية انه الاوتر ميتوكوندريال ممبرين بالعاده ما عندي مشكلة بان هالمواد تخترقه، المشكلة وين عندي؟ بالانر ممبرين. حكى الانر ممبرين از امبيرميبل غير نافذ لكثير من المواد من ضمنها الفاتي اسيل كوانزيم
فإذا حتى أنقل اللونج تشين فاتي أسيد اللي تحولت على شكل فاتي أسيد كوإنزيم A لجوا الميتوكوندريا بدي كارير. This carrier is carnitine and this rate limiting the transport process is called the carnitine shuttle. يعني حتى أنقل اللونج تشين فاتي أسيد من السيتوسول بعد ما عملت له اكتيفيشن لجوا الميتوكوندريا بدي كارير وهذا الكارير اسمه الكارنيتين. فاذا بسلايد رقم 5 بنشوف انه ذا فيرست بنرجع نحط سلايد كيف عملت اكتيفيشن للفاتي اسيد. بيكون عندي الفاتي اسيد اللي هو على شكل ار سي دبل بوند او او ماينس. بهاي الخطوه حكينا بستهلك جزيء اي تي بي لكن انا كم فوسفات جروب بطلع؟ ثنتين اوكي عن طريق انزيم اسمه أسيل كوإنزيم A سينثيتيز وبيطلع عندي الفاتي أسيل كوإنزيم A وتو فوسفات و أم بي. هاي موجود بالأوفر أول رياكشن. هاي الخطوة عدناها أكثر من مرة ولازم تعرفوها وبرجع بعيدها. لما بحكي إني بعمل أكتيفيشن الفاتي أسيل يعني بحوله على شكل أسيل أو فاتي أسيل كوإنزيم A وهاي الخطوة بتتم عن طريق الأسيل كوإنزيم A سينثيتيز وبدها هاي الخطوة ATP ولما بكسر هون الـ ATP بطلع منه 2 فوسفات جروب وبينتج عندي الـ AMP. عشان هيك لما بعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد بحكي اني بستهلك فيها جزيئين ATP اوكي لاني بطلع 2 فوسفات جروب وبكسر رابطين من الـ ATP. واضح لازم نذكر هاي المعلومه. اذا الاكتيفيشن اوف فاتي اسيد بستهلك فيه صح جزيء ATP واحد لكن لما احنا بنسالكم اي سؤال او لما بدي احسب الطاقه اللي بتطلع من الفاتي اسيد راح احسب اني عمليه الاكتيفيشن بستهلك فيها 2 ATP لاني بكسر رابطين مش رابطه من ATP. فاذا بنشوف بسلايد رقم 6 انه انا عندي السيتوسول فيه الفاتي اسيد اللي حررته من الترايجليسيرايد. اول خطوه بدي احوله على شكل فاتي اسيد كوانزيم A وهي الخطوه بستهلك فيها ATP. هاي الفاتي اسيد كوانزيم A سهل انها تخترق الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين وتفوت على الانتر ميمبرين سبيس فصارت الفاتي اسيد كوانزيم A جوا الانتر ميمبرين سبيس. هلا الفاتي اسيد كوانزيم A هاي هل بتقدر بهذا الشكل انها تخترق الانر ميتوكوندريال ميمبرين؟ لا بدها كارير. حكينا هذا الكارير اسمه الكارنيتين اللي بيصير التالي انه الفاتي اسيل كوانزيم A بيرتبط مع الكارنيتين عن طريق انزيم موجود بالاوتر ميتوكوندريال ميمبرين اسمه الكارنيتين بالميتول ترانسيليز 1. لما هاي الكارنيتين مع الفاتي اسيل كوانزيم A بيرتبطن سوا بيطلع الكوانزيم A وبتكون عندي الفاتي اسيد مربوط مع الكارنيتين. الفاتي اسيد المربوط مع الكارنيتين بينتقل من خلال الانر ميتوكوندريال ميمبرين وين بصير جوا الميتوكوندريال ماتريكس. لما بصير جوا الميتوكوندريال ماتريكس هون بيرجع نفس الانزيم لكن اسمه الكارنيتين بالميتول ترانسفيريز 2. شو بيعمل؟ بيجي بيشتغل على الفاتي اسيد كوانزيم على الفاتي أسيل كارنيتين وبجيب كوإنزيم A وبرجع بيطلع الكارنيتين زي ما هو وبرجع بيكون الفاتي أسيل كوإنزيم A. فإذا الإنزيم اللي اسمه الكارنيتين بالميتول ترانسفيريز في منه شكلين 1 و 2. كارنيتين بالميتول ترانسفيريز 1 موجود بالأوتر ميتوكوندريال ميمبرين لكن الكارنيتين بالميتول ترانسفيريز 2 موجود بالإنر ميتوكوندريال ميمبرين. الهدف منه انه انا بدخل اللونج تشين فاتي اسيل كوانزيم A من السيتوسول وين بفوته على الميتوكوندريال ماتريكس حتى اكسر الفاتي اسيد وانتج منه الطاقه. الكارير اللي دخل الفاتي اسيد لجوا الميتوكوندريال ماتريكس اللي هو الكارنيتين. طب فاذا انا هاي حكيت عن لونج تشين فاتي اسيد، طب شو بالنسبه للشورت اند ميديوم تشين فاتي اسيد؟ بحكي الفاتي اسيد shorter than 12 carbon can cross the inner mitochondrial membrane without the aid of carnitine or the carnitine palmitoyl transferase system. Once inside the mitochondria, they are activated to their coenzyme A derivatives by matrix enzyme and are oxidized. يعني
الفاتي أسيد اللي طولها أقل من 12 كربون ما بصير لها activation بالسيتوسول، وبتفوت من خلال الأوتر ميمبرين والإنر ميتوكوندريال ميمبرين بدون حاجة الكارنتين، ومجرد ما تصير جوا الميتوكوندريا هناك بتتحول للكوإنزيم A ديريفاتيف. طب في عندي inhibitor of the carnitine shuttle، بصير عندي انهبيشن الكارنتين شتل عن طريق مركب اسمه الملونيل كو انزيم ايه. الملونيل كو انزيم ايه انهبت السي بي تي 1 thus preventing the entry of long chain acid group into the mitochondrial matrix. طبعا ليش؟ لانه من السينثيسيس اوف فاتي اسيد حكينا عنه المحاضره الماضيه، وجود الملونيل كو انزيم ايه هو الستارتنج بوينت، هو نقطه البدايه على تصنيع الفاتي أسيد. فوجودها بالجسم يعني بيعطي دلالة للخلية إنه أنا قاعد بتصنع مني فاتي أسيد، فما رح تقدروا أنتوا تكسروا فاتي أسيد وتطلعوا منها طاقة. طب شو مصادر الكارنتين للجسم؟ أول مصدر للكارنتين جوا الجسم هو from the diet where it is found primarily in meat products. يعني أهم مصدر للكارنتين هو من الأكل ومن اللي موجود باللحم. كمان can be synthesized from the amino acid lysine and methionine by an enzymatic pathway found in the liver and the kidney but not in skeletal or heart muscles. يعني الجسم كمان بيقدر يصنع الكارنتين من الامينو اسيد اللي هم اللايسين والميثيونين، لكن وين؟ فقط بالليفر والكيدني وليس بالسكيليتال والهارت muscles. Therefore, skeletal or heart muscles are totally dependent on the uptake of carnitine provided by endogenous synthesis or the diet and distributed by the blood. يعني بما أنه السكيليتال والهارت muscles ما بيقدروا يصنعوا الكارنتين، فالكارنتين بيوصلهم يا إما من الأكل أو من الكارنتين اللي تصنع بالليفر والكيدني. The skeletal muscles contains about 97% of all carnitine in the body. يعني على الرغم من السكيليتال موسلز ما بتصنع كارنتين ابدا، لكن تقريبا 97% من الكارنتين الموجود بجسمي موجود بالسكيليتال موسلز. مرات في اشخاص بتعرضوا لشيء بنسميه الكارنتين ديفيشنسي، نقص بالكارنتين، يا اما بكون في عندي سكندري كارنتين ديفيشنسي. دائما لما بحكي سكندري هذا يعني انه الكارنتين ديفيشنسي نتيجه سبب اخر، يعني ممكن الشخص يكون عنده liver disease so causing decreased synthesis of carnitine، أو الشخص بتعرض undergoing hemodialysis بتعرض لغسيل كلى which remove carnitine from the blood، أو الشخص عنده malnutrition or those on strictly vegetarian diets. يعني في ناس بيكون عندهم نقص تغذية، أو الناس النباتيين كمان ممكن يتعرضوا لنقص بالكارنتين. In those with an increased requirement for carnitine، يعني الشخص ممكن يتعرض لظرف يصير في عنده زيادة يعني جسمه بحاجة كارنتين زيادة، مثل البريجنانسي أو الشخص عنده severe infection or parents حروق أو اترم. فكل هاي تعتبر secondary causes، يعني أسباب تؤدي للكارنتين deficiency. لكن ممكن يكون في عندي primary carnitine deficiency. هون بيكون في الشخص عنده congenital deficiencies، يعني الشخص بينولد وعنده نقص، يا إما one of the component of the CPT system، يعني شخص بيكون عنده نقص بcomponent من هاي الإنزيمات اللي هي CPT system اللي بتعمل عربط الكارنتين مع الفاتي أسيل كوإنزيم A واللي بترجع بتفك الفاتي أسيل عن الكارنتين، أو الشخص عنده نقص بالرينال تيبولار reabsorption of carnitine. إحنا بنعرف إنه الكدني لما تشتغل في عندي عملية فيها اسمها reabsorption، إعادة امتصاص. فبالعادة الرينال التيوبيولز تعمل reabsorption of carnitine، تعمل إعادة امتصاص للكارنتين. فممكن الشخص إذا كان عنده رينال تيوبيولر reabsorption deficiencies بالرينال تيوبيولر reabsorption كمان الكارنتين رح يقل، أو بكون في عندي congenital deficiencies in the carnitine uptake by cells، يعني الخلايا مش قادرة تأخذ الكارنتين بشكل كافي. واضح؟ فإذا هلا أنا نقلت الفاتي أسيد من السيتوسول ودخلتها على الميتوكوندريا عشان أعملها كتابوليزم أحطمها وأنتج منها الطاقة. وحكينا عملية إدخال لونج تشين فاتي أسيد من السيتوسول للميتوكوندريا بدها كارير اللي هو الكارنتين، أما الشورت والميديوم تشين بفوتوا
زي ما هم اللي جوه الميتوكوندريا وجوه الميتوكوندريا بصير لها اكتيفيشن بتحولن على شكل فاتي اسيل كو انزايم. هل ما نحكي عن الرياكشنز اوف بيتا اوكسيديشن؟ The first cycle of beta oxidation consists of a sequence of four reactions involving the beta carbon, thus result in the shortening the fatty acid chain by 2 carbon. البيتا اوكسيديشن بتصير على شكل سايكلز، على شكل حلقات. كل بيتا اوكسيديشن بتتكون من اربع خطوات. بنهاية هذول الاربع خطوات الفاتي اسيد راح تقصر بمقدار كربون 10. اوكي، كل بيتا اوكسيديشن تتكون من اول اشي عملية اوكسيديشن بينتج منها FADH2، بعدين بيصير في عندي هايدريشن ستيب يعني بضيف فيها مي، بعدين برجع عندي كمان بصير اوكسيديشن بيطلع عندي NADH، واخر خطوة هي ثيولايتيك كليفيج ذات ريليز المولكيولز اوف اسيتيل كو انزايم. بشوف بهذا السلايد اللي هو reaction of beta oxidation انه في عندي هون الفاتي اسيل كوانزايم A. اوكي، هاي الفاتي اسيل كوانزايم A اول طبعا هون بكون ممكن طول الفاتي اسيد مثلا بكون طوله خلينا نحكي 16 كربونة او 12 كربونة حسب طول الفاتي اسيل الموجود عندي. بشوف انه هون هاي الكربونة اسمها ألفا وهاي الكربونة اسمها بيتا. تتذكروا لما حكينا الفاتي أسيد بدي أسميه ألفا بيتا، أنا ما ببدأ من أول كربونة اللي هي سي دبل بوند أو، ببدأ من الثانية بسميها ألفا واللي وراها بيتا. أول إشي بصير عندي بالبيتا أوكسيديشن، أول إشي بصير عندي خطوة الأوكسيديشن. هون بالأوكسيديشن بيصير الفاتي اسيد كوانزايم اوكسيديشن بينتج عندي FADH2، بينتج عندي مركب مش مطلوب منكم حفظه. ثاني خطوة شو بصير في عندي هايدريشن يعني بضيف H2O. ثالث خطوة كمان بصير في عندي اوكسيديشن وبهاي الخطوة شو بينتج عندي NADH، واخر خطوة بصير عندي كليفيج فبصير عندي ثيوليز. شو يعني ثيوليز؟ يعني او اسف انزيم الثيوليز، انزيم الثيوليز بيجي وبقصر الفاتي اسيل كو انزيم A وبيطلع منه اسيتيل كو انزيم A. دائما حكيت لكم اسيتيل كو انزيم A يعني كم كربونه فيه؟ 1 2. فباخر خطوه الفاتي اسيل كو انزيم A اللي موجود عندي بقسم منه اخر كربونتين او اسفه بشيل منه كربونتين على شكل اسيتيل كو انزيم. فإذا الفاتي أسيد بنهاية كل بيتا أوكسيديشن كم كربون بقصر؟ بقصر كربونتين. أوكي؟ وبرجع بطلع عندي فاتي أسيل كوانزايم A هياته ناقص كربونتين. هلا ليش اسمه بيتا أوكسيديشن؟ اسمه بيتا أوكسيديشن لأنه منشوف إنه الكربون اللي كانت بالبداية بالفاتي أسيل كوانزايم A اسمها بيتا، بنهاية البيتا أوكسيديشن شو صار شكلها؟ صار لها أوكسيديشن، صارت C وعليها دبل بوند O. فعشان هيك هاي بنسميها السايكل بيتا أوكسيديشن. أوكي؟ فإذا البيتا أوكسيديشن بصير في عندي أول إشي أوكسيديشن بنتج منها NADH، بعدين هايدريشن، بعدين كمان أوكسيديشن بيطلع منها NADH، وآخر إشي كليفيج الفاتي أسيد اللي موجود عندي اللي قاعد بكسره بخسر بنهاية كل بيتا أوكسيديشن كربونتين على شكل أسيتيل كوانزايم A، وهذا الفاتي أسيل كوانزايم A بنقص كربونتين. أوكي، طب هذا الفاتي أسيل كوانزايم A شو برجع بصير له؟ بصير له سكسيسيف سايكل، يعني برجع بدخل على سايكل متتابعة. يعني مثلا إذا بديت أنا هون بفاتي أسيد عدد كربوناته 16، هون رح أطلع فاتي أسيد كم عدد كربوناته؟ 14 لأني خسرت كربونتين. هذا الفاتي أسيد عدد كربوناته 14 برجع بدخل كمان مرة بسايكل، بنهايتها رح يخسر كربونتين ويضل كم كربونة؟ 12. هذول 12 برجع بصير لهم بيتا أوكسيديشن وهكذا. طب الـ NADH والـ FADH اللي بيطلعوا من السايكل وين رح يروحوا؟ رح يروحوا على الإلكترون ترانسبورت تشين وينتج منهم ATP. والأسيتيل كوانزايم A اللي بيطلعوا شو وين راح يروحوا؟ راح يروحوا على الكريب سايكل، ومن هناك يطلعوا عندي
NADH و FADH و ATP. أوكي؟ هاي هي الرياكشن أوف بيتا أوكسيداشن اللي بتصير على الفاتي أسيد جوا الميتوكوندريال ماتريكس. فإذا بالملخص سمري، فاتي أسيد are activated and transported to the mitochondrial matrix for further catabolism. The breakdown of fatty acid takes place in the mitochondrial matrix and proceed by successive removal of two carbon units as acetyl coenzyme. يعني أنا بكسر الفاتي أسيد والفاتي أسيد بخسر كل مرة two carbon على شكل acetyl coenzyme. بحكينا the beta oxidation of even number unsaturated fatty acid give higher energy than unsaturated fatty acid. يعني إذا بكون عندي two fatty acid وعدد كربوناتهم زوجي الساتوريتد 1 بيعطيني طاقة أكثر من الأنساتوريتد فاتي أسيد. طب هلو بدي أحسب الطاقة اللي بتنتج عندي لكل فاتي أسيد كيف بدي أحسبها؟ بحكي لنا the number of acetyl coenzyme A اللي بتنتج من كل فاتي أسيد بحالة كان الفاتي أسيد بيحتوي على عدد زوجي من الكربونات، فذا number of acetyl coenzyme A يساوي number of carbon مقسومة على 2. يعني إذا كان عندي فاتي أسيد عدد كربوناته 16، كم acetyl coenzyme A رح يطلع عندي؟ 16 على 2 رح يطلع عندي 8 acetyl coenzyme A. هذول وين رح يروحوا الacetyl coenzyme A؟ رح يروحوا على الكريبس سايكل وينتج منهم طاقة. لو كان عندي فاتي أسيد عدد كربوناته 20، كم أسيتيل كوإنزايم A رح يطلع عندي؟ 20 على 2 كم واحد؟ 10. فرح يطلع عندي 10 أسيتيل كوإنزايم A يروحوا على كريبس سايكل. طب number of beta oxidation cycles، يعني كم كل فاتي أسيد عدده زوجي، عدد كربونات زوجي، كم beta oxidation رح يصير له؟ رح يصير له كمعادلة يساوي number of أسيتيل كوإنزايم A ناقص 1. فبالتالي إذا كان عندي فاتي أسيد عدد كربوناته 16، فالأسيتيل كوإنزايم A رح يطلع عندي 16 على 2، 16 على 2 8، يعني رح ينتج عندي 8 أسيتيل كوإنزايم A يروحوا على كريبس سايكل. طب كم بيتا أوكسيديشن رح يصير عندي؟ كم أسيتيل كوإنزايم A؟ 8، 8 ناقص 1 7، يعني رح يصير عندي 7 بيتا أوكسيديشن. طب كل بيتا أوكسيديشن كم FADH بيطلع منها؟ 1، وكم NADH بيطلع منها؟ 1. فمن البيتا أوكسيديشن أوكي مثلاً بيطلع عندي 7 NADH و 7 FADH. فكل cycle each cycle of beta oxidation producing an acetyl group 1 NADH و FADH 2. أوكي طيب for the energy yield from beta oxidation pathway is high. For example, the oxidation of a molecule of palmitoyl coenzyme A، يعني إذا كان عندي فاتي أسيد اللي هو البالميتيك أسيد اللي فيه 16 كربونة، بهاي الحالة كم أسيتيل كوإنزايم A رح يطلع عندي؟ 8. كم NADH؟ 7. وكم FADH2؟ 7. حكينا ليش؟ لأنه بقينا 16 كربونة، كم أسيتيل كوإنزايم A؟ 16 على 2، يعني 8 أسيتيل كوإنزايم A. طب بما هو 16 كربونة، كم بيتا أوكسيديشن رح يصير عندي؟ بحسبين، برجي بحكي كم أسيتيل كوإنزايم A؟ 8، 8 ناقص 1 7، فرح يصير عندي 7 بيتا أوكسيديشن. كل بيتا أوكسيديشن بتطلع 1 NADH و 1 FADH2. بما إنه رح يصير عندي 7 بيتا أوكسيديشن، يعني رح يطلع عندي 7 NADH و 7 FADH2. طب الثمانية أسيتيل كوإنزايم A هذول وين رح يروحن؟ على كريبس سايكل، وكل أسيتيل كوإنزايم A بدخل على كريبس سايكل آسفة، كل أسيتيل كوإنزايم A بروح على كريبس سايكل رح يطلع منه 3 NADH و 1 FADH2 و 1 ATP. طيب بما إنه بصير عندي 7 بيتا أوكسيديشن رح يطلع عندي 7 NADH و 7 FADH2، كل هاي الـ NADH والـ FADH2 وين رح تروح؟ رح تروح على الإلكترون ترانسبورت تشين وتنتج طاقة. فبسلايد رقم 16 بنوضح كيف بدنا نحسب للبالميتيك أسيد اللي هو عدد كربوناته 16 كربون كم ATP رح يطلع. فإذا بما إن حكينا البالميتيك أسيد رح يطلع منه 8 أسيتيل كوإنزايم A،
كل أسيتيل كو إنزيم A رح يعطيني 3NADH واحد FADH2 واحد GTP during Krebs cycle. فال NADH من الثمانية أسيتيل كو إنزيم A كم واحد رح يعطيني؟ نضرب 8 في 3 24 ATP. طب ال FADH2O اللي بتطلع عندي من 8 أسيتيل كو إنزيم A رح يكون 8، أوكي؟ وال ATP اللي بتطلع من 8 أسيتيل كو إنزيم A رح تكون عددهن 8. طب التوتال NADH 7 من البيتا أوكسيديشن و24 من الكريبس سايكل، ف24 و7 رح يطلع عندي 31 NADH. هاي ال 31 NADH وين بدها تروح؟ بدها تروح على الالكترون ترانسبورت تشين. حكينا كل NADH بروح على الالكترون ترانسبورت تشين كم ATP بعطيني؟ 3. فإذا 31 في 3 93 ATP. طب التوتال FADH 7 من البيتا أوكسيديشن و8 من الكريبس سايكل، 7 و8 15 FADH2 كله من الكريبس سايكل اللي فات عليها الأسيتيل كو إنزيم A ومن البيتا أوكسيديشن. هذول ال FADH وين بيروحن؟ على الإلكترون ترانسبورت تشين. كل FADH بيروح على الإلكترون ترانسبورت تشين كم ATP رح يعطيني؟ ثنتين، بما إنه عندي 15، 15 في 2 30 ATP. فكل ATP قديش بده يكون مقدارها؟ رح يكون في عندي 93 ATP من ال NADH و30 ATP من ال FADH، وهذول ال ATP اللي من وين طلعن؟ من الأسيتيل كو إنزيم A الثمانية. فمجموع الثمانية مع 93 مع 30 131 ATP. لكن خلال هاي العملية لما أنا بطلع الفاتي أسيد من الترايجليسرايد وبنقل لجوا الميتوكوندريا، أنا بعمل له أكتيفيشن. عملية الأكتيفيشن للفاتي أسيد حكينا شو بدها؟ عملية الأكتيفيشن of fatty acid require 2 ATP. مش حكينا لو بعمل أكتيفيشن للفاتي أسيد يعني بحوله لفاتي أسيد كوإنزيم A بستهلك كأني 2 ATP لأني بكسر رابطتين فوسفات. ف 31 ناقص 2 فالبالميتات بعطيني بالمحصلة 129 ATP، وهذا عدد يعتبر إيش ماله؟ كثير كبير. عشان هيك بنحكي الطاقة اللي بتنتج عندي من الليبيد أو من الفاتي أسيد أعلى من كمية الطاقة اللي بتنتج من الكربوهيدرات، أوكي؟ طيب هلا هاي بحالة عملت أكسيديشن لفاتي أسيد اللي عنده even numbers of carbon بتكون من عدد زوجي من الكربونات. طب هلا بدي أعمل أكسيديشن of fatty acid with an odd numbers of carbon لعدد فردي من الكربونات. لكن the beta oxidation of saturated fatty acid with an odd number of carbon atoms proceeds by the same reaction steps as that of fatty acid with an even number until the final three carbons are reached. يعني إذا بكون في عندي فاتي أسيد عدد كربوناته فردي، أنا بمشي بالضبط بالبيتا أوكسيديشن بكل السايكل زي الفاتي أسيد عدد كربوناته زوجي لحد ما أوصل بالنهاية لفاتي أسيد عدد كربوناته فقط ثلاث كربونات. This compound بنحكي له propionyl coenzyme A is metabolized by a three-step pathway. يعني مثلا إذا كان في عندي فاتي أسيد عدد كربوناته فردي، خلينا نحكي مثلا 13 كربونة، بدخل على البيتا اوكسيديشن راح يخسر كربونتين على شكل اسيتيل كو انزيم A، كم كربون بضل فيه؟ 11. برجع هذول 11 بخسر فيهن ثنتين، بخسر ثنتين، كم كربون بضل؟ 9. برجع بصير كمان عندي بيتا اوكسيديشن بخسر ثنتين 7، بخسر كمان ثنتين 5، بخسر اخر شيء ثنتين 3. هذول الثلاث الفاتي اسيد اللي بضل فيه ثلاث كربونات بحكي عنه propionyl coenzyme A و is metabolized by a three-step pathway، يعني بصير عندي pathway ثانية. بسلايد رقم 19 منوضحها. هون في عندي هياته الفاتي أسيد
where is n is odd number يعني انه عندي فاتي اسيد على الكربونات وفردي راح يصير له بيتا اوكسيديشن وينتج عندي اسيتيل كوانزيم A قديش عددها n ناقص 1 على 2 يعني اذا كان عندي فاتي اسيد طوله 13 كربونه كم اسيتيل كوانزيم A راح يطلع 13 ناقص 1 12 12 على 2 راح يطلع عندي 6 اسيتيل كوانزيم A وراح يطلع عندي مركب اخر شيء اسمه البروبيونيل كوانزيم A هذا البروبيونيل كوانزيم A شو بصير له اول بصير له خطوات ثانيه اول شيء بستهلك جزيء ATP وبدخل عندي CO2 بتكون عندي مركب من اربع كربونات اسمه الميثيل مالونيل كوانزيم A هذا المركب بصير له ري ارينجمنت شو يعني ري ارينجمنت يعني اعاده ترتيب بتكون السكسينيل كوانزيم A السكسينيل كوانزيم A وين بروح بروح على السيتريك اسيد سايكل اللي هي كريبس سايكل بس ما راح يدخل من البدايه راح يروح من نص السايكل ويكملها واضح فهيك بنكون خلصنا عملية الفاتي أسيد أوكسيديشن هلما نحكي أو حكينا شو المعلومات المهمة فيها هلما نحكي عن إشي اسمه الكيتون بادز الكيتون بادز تعتبر أن ألترناتيف أو أن ألترنات فويل فور ذا سيلز يعني يعتبر مصدر بديل للطاقة للخلايا The liver mitochondria have the capacity to convert acetyl coenzyme A derived from fatty acid oxidation into ketone bodies. فأول إشي بدي أعرفه إنه الكيتون بوديز بأي عضو من الخلايا بأي عضو آسف من جسمنا بتصنع بالليفر بالكبد وبأي جزء من الخلية بالميتوكوندريا. أوكي؟ من شو بتصنع الكيتون بوديز؟ بتصنع من الأسيتيل كوإنزيم A. طب شو هن المركبات اللي بتتصنف as ketone bodies؟ هم ثلاث مركبات بتصنف إن as ketone bodies. أول واحد اسمه الأسيتو أسيتات، ثاني واحد اسمه 3 هيدروكسي بيوتريت أو بنسميه بيتا هيدروكسي بيوتريت، وثالث واحد اسمه بنسميه الأسيتون. فهاي ثلاث مركبات هي مركبات اللي بنحكي عنها كيتون. فبنشوف أنا عندي هون الفاتي أسيل كوإنزيم A. طبعاً ليش بنحكي إنه الكيتون بدأت تتصنع من الفاتي أسيل كوإنزيم A بالتحديد؟ لأنه عملية تكسير الفاتي أسيد بيطلع عدد من الفاتي من الأسيتيل كوإنزيم A إيش ماله؟ عالي، أوكي؟ فأنا الفاتي أسيل كوإنزيم A تكسر وعطاني أسيتيل كوإنزيم A، أو ممكن الجسم يكون فيه أسيتيل كوإنزيم A وبتيجي عندي 2 أسيتيل كوإنزيم A وبيرتبطن مع بعض. لما يرتبط عندي 2 أسيتيل كوإنزيم A بينتج مركب اسمه أسيتو أسيتيل كوإنزيم A هاي الأسيتو أسيتيل كوإنزيم A بيشتغل عليه إنزيم اسمه HMG كوإنزيم A سينثيز وبيربط كمان أسيتيل كوإنزيم A فبينتج مركب بتكون من 6 كربونات إيش اسمه؟ اسمه HMG كوإنزيم هلأ هاي ال HMG كوإنزيم A شو بده يصير له؟ ال HMG كوإنزيم A بيشتغل عليه إنزيم اسمه HMG كوإنزيم A لياز وبيطلع منه ال 1 أسيتيل كوإنزيم A فبيصفي مركب من كم كربونة؟ 4 هذا نحكي عنه أسيتو أسيتات فالأسيتو أسيتات هو أول نوع بتكون من الكيتون بودز الأسيتو أسيتات بشكل سبونتينيوس يعني بشكل تلقائي بيخسر 1CO2 يعني بيخسر كربونة على شكل CO2 شو بكون عندي؟ أسيتون الأسيتو أسيتات ممكن يشتغل عليه إنزيم وبهاي الإنزيم بستهلك NADH وبتكون ثاني مركب من الكيتون بدز شو اسمه 3 هيدروكسي بيوتريت فهذول الثلاث الكيتون بادز اللي هم الأسيتو أسيتات والأسيتون والثري هيدروكسي بيوتريت بتم تصنيعهم بالليفر ميتوكوندريا من وين بتصنعوا؟ من الأسيتيل كوإنزيم A يستخدمن كمصدر بديل للطاقة أسيتو أسيتات and ثري هيدروكسي
الأكسبيوترات are transported in the blood to the peripheral tissue. يعني الأسيتو أسيتات والثري هيدروكسبيوترات اللي بتصنعن بالليفر ميتوكوندريا بيطلعن عن طريق الدم وبينتقلن للبريفرال تيشيو. لما بوصلن للبريفرال تيشيو there they can be reconverted to acetyl coenzyme A، يعني برجع بتحول لأسيتيل كوينزيم A وبيدخلن على التي سي اكل وبينتج منهم الطاقة. فهاي الرسمة بتوضح كيف عندي هون بالكبد عندي الأسيتو أسيتات اللي بتحول للثري هيدروكسيبيوترات. فسواء عندي الأسيتو أسيتات أو الثري هيدروكسيبيوترات بيطلعن للدم، ومن الدم مثلا وين بيروحن على البريفرال تيشيو. بالبريفرال تيشيو الأسيتو أسيتات رجع وين فات على البريفرال تيشيو، وهون الثري هيدروكسيبيوترات فات من الدم على البريفرال تيشيو. الثري هيدروكسيبيوترات بيرجع بيتحول للأسيتو أسيتات، أو الأسيتو أسيتات نفسها ترجع تتحول للأسيتيل كوإنزيم A، والأسيتيل كوإنزيم A هاي تفوت على الكريبس سايكل وبينتج منها الطاقة. فبحكي إن كيتون بوديز are important sources of energy for the peripheral tissue. يعني تعتبر كيتون بوديز مصدر مهم للطاقة بالبريفرال تيشيو. ليش؟ أول إشي بحكي إن they are soluble in aqueous solution. So not need to be incorporated into lipoprotein or carried by albumin. يعني هم الكيتون بوديز بذوبن بالأكويس سوليوشن، يعني بذوبن بالماء، فبالتالي ما بيحتاجن أي ناقل يساعدهن زي الليبيد. احنا بتتذكروا حكينا الليبيد معظمها بتنتقل سواء التراي أسيل جليسيرول أو الكوليسترول إستر، بتنتقل بالدم على شكل لايبوبروتين، والفري فاتي أسيد كمان ما بتنتقل بالدم حرة وبترتبط مع الألبومين. عكس هو الكيتون بوديز ما بيحتاج كارير فبينتقل بالدم بسهولة. طب متى بينتج الكيتون بوديز بالليفر؟ They are produced in the liver during periods when the amount of acetyl coenzyme A presents exceed the oxidative capacities of the liver. يعني انه انا في عندي فاتي اسيد بالكبد قاعد بتكسر كثير وقاعد بيطلع منه acetyl coenzyme A كثير، أكثر من قدرة الكبد إنه يعمل له أكسيداتش، يعني أكثر من قدرة الكبد إنه يفوت الأسيتيل كوإنزيم A على الكريبس سايكل، أوكي؟ يعني بالنهاية الكريبس سايكل في إلها طاقة. بما إني أنا قاعد بالليفر بكسر فاتي أسيد كثير، يعني بيطلع عندي أسيتيل كوإنزيم A كثير، هاي الأسيتيل كوإنزيم A مش كلها بقدر أروح تفوت على الكريبس سايكل الموجودة بالليفر. فالليفر شو بيعمل؟ بيروح بيحول أسيتيل كوإنزيم A على شكل كيتون بوديز، وهاي الكيتون بوديز بتنتقل من الكبد للدم ومن الدم للبريفرال إلى البريفرال أسفه تيشيو. عشان بحكي إن they are used، يعني الكيتون بوديز are used in proportion to their concentration in the blood by extrahepatic تيشيو such as the skeletal and cardiac muscles and renal cortex. يعني كمية استخدام الكيتون بوديز بيعتمد على الكونسنتريشن تبعها اللي موجود بالدم. كمان the brain can use ketone bodies to help meet its energy needs if the blood liver rise sufficiently. Thus ketone bodies spare glucose. Okay. فبحكي لنا إذا كانت كمية الكيتون بوديز عليت بالدم بشكل كبير، الدماغ بيروح بيستخدم الكيتون بوديز كمصدر للطاقة. لما الدماغ بيستخدم الكيتون بوديز كمصدر للطاقة شو بيعمل؟ بيحافظ على الجلوكوز، spare glucose which is important during prolonged period of fasting. هاي الخطوة كثير مهمة خلال فترات الصيام الطويلة. يعني زي البرين بيعمل حركة إيش؟ تكتيكية. بحكي لك ما دام الكيتون بوديز عالي بالجسم خليني استخدمه كمصدر للطاقة، والجلوكوز اللي موجود عندي خليني اخبيه بفترات الصيام الطويلة عشان استخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة. اوكي؟ عملية تصنيع الكيتون بوديز بالليفر بنسميها ketogenesis. During a fast خلال الصيام the liver is flooded with fatty acid mobilized from adipose tissue. يعني لما الشخص بيكون صايم لفترة طويلة يعني ما بياخذ مصدر الكربوهيدرات، بالنهاية الجسم بده مصدر للطاقة. وين بده يروح؟ بده يروح يكسر التراي اسيل جليسيرايد اللي وين موجودة؟ بالاديبوز تيشيو. لما بكسر التراي اسيل جليسيرايد شو بده يطلع عندي؟ الفاتي اسيد. حكينا هاي الفاتي اسيد اللي بتصير موجودة
بكمية كبيرة بالكبد، الكبد راح يكسرها وشو راح يطلع عندي؟ كمية أستيل كوإنزيم A عالية. عشان هيك بحكي لنا the resulting elevated hepatic acetyl coenzyme A produced primarily by fatty acid degradation. يعني أنا خلال فترات الصيام الطويلة الجسم بلجأ للفاتي أسيد اللي بتطلع من الأديبوس تيشو وبتوديها وين؟ على الليفر. بالليفر رح يعمل عندي كتابوليزم، يحطم الفاتي أسيد. تحطيم الفاتي أسيد شو رح يطلع منه؟ أسيتيل كوإنزيم A عالية. هاي الفاتي أسيد كوإنزيم A اللي بتنتج من الفاتي أسيد ديجريديشن رح تعمل إنهبت للبيروفيت ديهايدروجينيز and activate بيروفيت كاربوكسيليز. نتذكر البيروفيت ديهايدروجينيز هو الانزيم اللي بيحول البيروفيت لأسيتيل كوإنزيم A، وبعدين الأسيتيل كوإنزيم A بتروح على كريبس سايكل. طبعا هذا الشيء طبيعي لأنه بما إنه الجسم فيه أسيتيل كوإنزيم A عالية، هل البيروفيت ديهايدروجينيز رح يشتغل؟ لا، وجود الأسيتيل كوإنزيم A بكمية عالية رح يضبط البيروفيت ديهايدروجينيز، لأنه بحكي لك أنا مش بحاجة أحول البيروفيت لأسيتيل كوإنزيم A. كمان لما يعلى الأسيتيل كوإنزيم A بشكل كبير رح يعمل أكتيفيت للبيروفيت كاربوكسيليز. نتذكر من الجلوكونيوجينيسيز البيروفيت كاربوكسيليز شو بيعمل؟ بيحول البيروفيت لأوكزالو أسيتات. أوكي؟ فعشان هيك بحكي لنا لأوكزالو أسيتات thus produced، يعني الأوكزالو أسيتات اللي بينتج نتيجة تحويل البيروفيت لأوكزالو أسيتات is used by the liver for gluconeogenesis rather than for tricarboxylic acid cycle. Therefore, acetyl coenzyme A is channeled into ketone body synthesis. Okay؟ يعني أنا لما بزيد عندي الأسيتيل كوإنزيم A بجسمي بضبط البيروفيت ديهايدروجينيز وبحفز البيروفيت كاربوكسيليز. لما بحفز البيروفيت كاربوكسيليز فبالتالي الأوكزالو أسيتات اللي رح تنتج عندي ما رح أوديها إنها تروح تعمل كريبس سايكل، بالعكس رح يحفز الليفر إنه إيش يعمل جلوكونيوجينيسيز. فبالتالي إحنا بنتذكر بكريبس سايكلز كانت الأسيتيل كوإنزيم A لازم ترتبط مع الأوكزالو أسيتات، وكانت هاي أول خطوة بالكريبس سايكل. بما إنه الأوكزالو أسيتات الموجودة عندي يعني أنا بستخدمها بالجلوكونيوجينيسيز بتصنيع السكر، الأسيتيل كوإنزيم A اللي بضل عندي شو رح يصير فيها؟ رح تتحول لكيتون بديز. هذا إشي عادي يصير بجسمي، وأنا زي ما حكينا الكيتون بديز هو تعتبر مفيدة ومهمة للبريفرال تيشيو وبينتج خلال الصيام. هلا وين المشكلة؟ لما بصير في عندي excessive production of ketone bodies خاصة عن مرضى الدي ام، مرضى السكري. When the rate of formation of ketone bodies is greater than the rate of their use، يعني بكون كمية تكون الكيتون بوديز بجسمي أعلى من الـ rate of their use بينتج عندي إشي مسميه الكيتونيميا أو الكيتونيوريا. يعني الكيتونيميا إنه يزيد تركيز الكيتون بودي بالدم، والكيتونيوريا إنه يزيد الكيتون بوديز باليورين. This is seen most often in cases of uncontrolled type 1 DM، يعني هذا أكثر إشي بنشوفه عند مرضى السكري. احنا بنعرف مرضى السكري في عندي نوعين تايب 1 وتايب 2. الكيتون بديز هاي او ارتفاع الكيتون بديز بشوفها مينلي بالتايب 1 دي ام، وبنحكي عن هاي الحاله دي كي اي دايبيتيك كيتو اسيدوسيس. An elevation of the ketone bodies concentration in the blood بنتج شيء بنسميه اسيديميا، يعني بيرتفع عندهم الاسيد. A frequent symptom of DKA, DKA اختصار لديابيتك كيتو أسيدوسيس, is a fruity odor on the breath. يعني بصير في ريحة نفسهم الناس اللي عندهم DKA ارتفاع الكيتون بديز بجسمهم بصير ريحة نفسهم زي الفواكه بسبب ارتفاع الأسيتون بالجسم. أوكي؟ كمان الكيتو أسيدوسيس may also be seen in cases of fasting. يعني الناس اللي بكون عندهم بيكونوا صايمين. طبعا ليش؟ لأنه بكون في عندي مريض سكري نوع التايب 1 uncontrolled مش منظم، تركيز الأنسولين بجسمه شو بده يكون في مرض السكري تايب 1؟ رح يكون تركيز السكري عنده قليل. بما أنه تركيز السكري عنده قليل، هون الإشارة الحمراء، بالتالي بما أنه ما في عندي أنسولين هل الجسم رح يستفيد
هل الجسم راح يقدر يستفيد من الجلوكوز لإنتاج الطاقة؟ لا. فالجسم شو راح يروح يعمل؟ يعمل لايبوليسيس. فبنشوف عند اللايبوليسيس في إشارة خضراء زيادة، بزيد اللايبوليسيس بزيد تكسير الليبيد. لما بزيد تكسير الليبيد شو راح يزيد عندي؟ الفري فاتي أسيد إن ذا بلازما. لما بزيد الفري فاتي أسيد إن ذا بلازما يعني كمية الفاتي أسيد اللي بتوصل الليفر راح تزيد، الكتابوليزم لإلها راح تزيد عشان أنتج منها طاقة. فبالتالي بزيد عندي الهيباتيك أوتبوت أوف كيتون بوديز، وبصير عندي الكيتو أسيدوسيس. فالسبب المرضى السكري انه ما عندي انسولين كفايه، الجسم ما عم بيستفيد من الجلوكوز لانتاج الطاقه، بده يلجأ لمصدر بديل اللي هو الدهنيات، فبصير في عندي لايبوليسيس. لما بعمل لايبوليسيس بطلع الفري فاتي اسيد، فالفري فاتي اسيد تركيزها بالدم بزيد، بتوصل الكبد، الكبد بعملها بيتا اوكسيديشن. بعملها بيتا اوكسيديشن. لما بعمل الفري فاتي اسيد بيتا اوكسيديشن كميه الاسيت الكو انزيم اللي بتطلع عندي راح تكون عاليه، فبالتالي اكثر من قدره الليفر انها يعملها اوكسيديشن، يعني اكثر من قدره الكبد انه يدخل الاسيت الكو انزيم على الكريب سايكل. فبهاي الحاله الاسيت الكو انزيم بتتحول لكيتون بديز، وبيعلى تركيزها بالجسم، وبصير عندي شيء بنسميه الكيتو اسيدوسيس. عشان هيك لما بدهم يعالجوا مريض الدي كي اي شو بيعملوا؟ بيعطوه انسولين اي في، بيعطوهم الانسولين بالوريد عشان المريض يستخدم الانسولين بحيث انه يستفيد من الجلوكوز ويقل تكسير الليبيد بالجسم، ويقل انه لما بقل تكسير الفاتي اسيد بقل تكسير او بقل خروج الاسيتيل كو انزيم اي، وبقل تكوين الكيتون بديز. اخر شيء رح نحكي عنه بخصوص الليبيد اللي هو سينثيسيس اوف كوليسترول. كوليسترول is synthesized in the cell cytosol and smooth endoplasmic reticulum from acetyl coenzyme. يعني الكوليسترول بتصنع وين؟ بالخلية، بالسيتوسول وبالسموث endoplasmic reticulum. من وين؟ من الأسيتيل كوإنزيم. يعني زي مين؟ زي الكيتون بديز. كوليسترول synthesized in all tissue in human، يعني بتصنع بكل الأنسجة بجسمي. الليفر intestine adrenal cortex and reproductive tissue make the largest contribution to the body's cholesterol pool. يعني صح احنا كل الانسجه الجسمي بتصنع كوليسترول، لكن هاي الاعضاء هي اكثر شيء بتساهم بعمليه تصنيع الكوليسترول. بس طبعا تصنيع الكوليسترول كثير فيه خطوات، احنا ما بدنا اياهم كلهم بالتفصيل. The synthesis follows steps with include which include aspirin. اول شيء حكينا تصنيع الكوليسترول بيبدأ من الأسيتيل كو إنزيم A، فالأسيتيل كو إنزيم A is converted to HMG كو إنزيم A. يعني أول إشي الأسيتيل كو إنزيم A رح يتحول لمركب اسمه HMG كو إنزيم A. بعدين HMG كو إنزيم A is reductase لمركب اسمه الميفالونات باي إنزيم reductase، رح نحكي عنه هذا الإنزيم جدا مهم. بعدين هاي الميفالونات تتحول لمركب اسمه 5-pyrophosphoميفالونات. بعدين هالمركب بصير له ديفوسفوليريشن ديكاربوكسيليشن، وبيتحول لايزوبنتيل بايروفوسفات، بتكون من 5 كربونات. وبعدين هذا بصير له ايزومرايزيشن، وبتحول لمركب اسمه دايميثيل انيل بايروفوسفات. عشان نختصر هاي نيجي نحكي لكم بالرسمات. بسلايد رقم 32 في عندي synthesis of cholesterol. اول اشي عندي 2 acetyl coenzyme A، كل acetyl coenzyme A فيه كربونتين، بانه في عندي 2 acetyl coenzyme A برتبطا سوا بنتج عندي مركب اسمه الاسيتو acetyl coenzyme A بتكون من 4 كربونات. بعدين بيشتغل عليه انزيم اسمه HMG coenzyme A synthase. لحد هون زي مين؟ زي تصنيع الكيتون بديز. بهاي الخطوة كمان بزيد أسيتيل كو إنزيم A، وبتكون عندي مركب اسمه HMG كو إنزيم A بتكون من 6 كربونات. HMG كو إنزيم A بيشتغل على إنزيم اسمه HMG كو إنزيم A ريدكتاز، وبيحول لمركب اسمه الميفالونات. هذا الإنزيم جدا مهم تحفظه لإسمه
HMG coenzyme A reductase. اوكي، ويعتبر a key enzyme، انزيم جدا مهم بتصنيع الكوليسترول. عشان هيك الناس اللي بتاخذ حاليا فارما او رح ناخذ علم الادويه او الفارما اللي قدام، رح نشوف انه من الادويه او من اهم الادويه اللي تستخدم لحتى اقل من الكوليسترول بالدم اسمه HMG coenzyme A reductase inhibitor، يعني دواء بيثبط هذا الانزيم، فبالتالي تصنيع الكوليسترول شو رح يصير فيه؟ راح يقل. هاي الرسمة مش حفظ اللي موجودة بسلايد 34، لكن للتوضيح انه الميفالونات اللي بينتج قبل شوي اللي حكينا عنه نتيجة اني بعمل ريدكشن لل HMG coenzyme A بتحول لمركب اسمه بصير له ديكاربوكسيليشن وبصير له ديهايدريشن، بتكون اسف بصير له ديكاربوكسيليشن وديفوسفوليريشن، وبتحول لمركب اسمه 5 بايروفوسفو ميفالونات، بعدين هون بصير له ديكاربوكسيليشن بتحول لمركب اسمه ايزوبنتيل بايروفوسفات بتكون من 5 كربونات، هذا بصير له ايزومرايزيشن وبتحول لمركب اسمه داي ميثيل بايروفوسفات. هذا الداي ميثيل بايروفوسفات اللي بتكون هيئته هون تكون من 5 كربونات، بيجي بيرتبط مع مركب اللي كان قبله اللي هو الايزو بنتل بايروفوسفات، هذا من 5 الايزو بنتل بايروفوسفات 5 كربونات والدايميثل بايروفوسفات 5، فبينتج مركب اسمه جنرال بايروفوسفات كم كربون فيه 10. هذا المركب كمان برجع بضيف له ايزو بنتل بايروفوسفات، هذا 10 والايزو بنت البايروفوسفات 5، فبينتج مركب كم كربون فيه؟ 15 كربون. هذا مركب 15 كربون ايش اسمه؟ فارنيسيل بايروفوسفات. الفارنيسيل بايروفوسفات اللي فيه 15 كربون بيرجع بيرتبط بكمان واحد مثله اسمه فارنيسيل بايروفوسفات، ف15 و15 شو بينتج عندي؟ مركب اسمه السكوالين فيه 30 كربونة. بعدين بصير في عندي سايكلايزيشن وبخسر كربونات، واخر اشي بينتج عندي الكوليسترول اللي فيه كم كربونة؟ مهم تعرف الكوليسترول فيه 27 كربونة. حتى احكي انا باول محاضرة الليبيد، انه الليبيد في عندي اللي بتكون على شكل سلاسل، وفي عندي الفيوز درينج ليبيد، وحكينا مثلا على الفيوز درينج ليبيد اللي هو الكوليسترول، بنشوف انه بتكون على شكل حلقات. طبعا بشوف انه عملية تصنيع الكوليسترول كمان بستهلك فيها ATP، يعني هون الميفالونات بصير له ديفوسفو، يعني بستخدم فيه ATP. وكمان شو بستخدم عملية تصنيع الكوليسترول؟ بستخدم NADPH، وهون كمان بستخدم NADPH. فاللي بدنا نعرفه بخصوص تصنيع الكوليسترول انه بصير كل التشيب جسمي، لكن في أعضاء بتساهم بشكل أكبر، بيتم بالسيتوسول وبالإندوبلازميك وبالإندوبلازميك ريتيكليوم، بتصنع الكوليسترول بالبداية من الأسيتيل كوإنزيم A. أهم إنزيم مهم أعرفه بتصنيع الكوليسترول اسمه HMG كوإنزيم A ريدكتيز، يعتبر ذا كي إنزيم. باقي السلسلة هاي اللي حكيت لكم بسلايد رقم 34 اللي بدي اياكم تعرفوا انه تصنيع الكوليسترول بستهلك فيه ATP، بستهلك فيه NADPH، والكوليسترول هو مثال على فيوز درينك ليبيد وبتكون من 27 كربونة. طب كيف بنعمل ريجوليشن تنظيم للكوليسترول سينثيسز؟ اول اشي بحكي ان دايتري كوليسترول انهيبيتس اندوجينس سينثيسز، وهذا المنطقي، يعني انا باخذ كوليسترول من الدايت، هل في داعي اصنع اندوجينس داخلي؟ يعني هل في داعي اصنع كوليسترول جوا؟ لا، فدايتري كوليسترول انهيبيت اندوجينس سينثيسز. فاستنج ليز تو لو ليفل اوف ذا كي انزايم، يعني الصيام رح يقلل من الكي انزيم اللي حكينا شو هو الكي انزيم بتصنيع الكوليسترول اللي هو ال HMG coenzyme A reductase. كمان هذا المنطق، لما انا بكون صايمة هل الجسم فاضي يروح يصنع كوليسترول؟ طبعا لا، فالصيام رح يقلل من تركيز ال HMG coenzyme A reductase. لكن whenever ATP level are low، مجرد ما ال ATP يكون قليل بجسمي، ال HMG coenzyme A reductase is switched off، يعني مجرد ما يكون ال ATP قليل بجسمي ال HMG كوإنزيم إيريدكتاز رح يسويتش أوف، يعني رح يوقف، ما رح يصنع كوليسترول. والمسنجر RNA for HMG كوإنزيم إيريدكتاز is under the control of sterol، يعني المسنجر RNA اللي بيعطيني كودينج إشارات لتصنيع HMG كوإنزيم إيريدكتاز هو تحت سيطرة إسليسترول،
مركب اسمه الاستيرولز. High concentration of sterols inhibit the synthesis of messenger RNA، عشان هيك بيقلل من تصنيع الإنزيم. فإذا وجود الاسترولز بجسمي راح يقلل من تصنيع ال HMG coenzyme A reductase. هلأ في عندي طريقة ثانية بيتم فيها تنظيم للكوليسترول synthesis، اللي هي إن ال HMG coenzyme A reductase هذا الإنزيم اللي هو نسميه الكي إنزيم، الإنزيم اللي جدا مهم، بيصير له فوسفوليريشن وممكن يصير له دي فوسفوليريشن. اوكي، يعني ال HMG coenzyme A reductase بيصير له فوسفوليريشن عن طريق انزيم معين وبيصير له دي فوسفوليريشن عن طريق انزيم اخر. تتذكروا مادة الفيرست حكينا الانزيمات من احد طرق تنظيم شغلها انه يصير لها فوسفوليريشن او دي فوسفوليريشن. راح اطلب منكم واجب وراح احطه على جروب ان ال HMG coenzyme A reductase شو الانزيم اللي بيعمل له فوسفوليريشن وشو الانزيم اللي بيعمل له دي فوسفوليريشن وايال شكل الاكتف، هل هو الفوسفوليريتد فورم من ال HMG coenzyme A او الدي فوسفوليريتد فورم. يعني لما بعمل فوسفوليريشن لل HMG coenzyme A reductase هل بيصير اكتف ولا ان اكتف، او لما بعمل دي فوسفوليريشن لل HMG coenzyme A reductase هل بيصير اكتف ولا ان اكتف، وكمان شو الهرمون اللي بيحفز يصير لل HMG coenzyme A reductase phosphorylation وشو الهرمون اللي بيحفز انه يصير لل HMG coenzyme A reductase dephosphorylation. واضح؟ يعطيكم العافية. هيك بنكون خلصنا الليبيد. اوكي؟ ان شاء الله بيضل علينا اخر اشي اللي هو بيضل علينا اللي هو البروتينات والامينو اسيد. يعطيكم العافية.